أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم، والتي نقضيها بصحبتكم في البادية الشمالية بين أهلنا من أبناء قبيلة شمر. وقتا ممتعا أتمناه لكم. طالب اللي واسع بابه، طالب اللي واسع بابه، طالب اللي واسع بابه، طالب اللي واسع بابه، يرحم الأموات محايا، يرحم الأموات محايا، يرحم الأموات محايا، يرحم الأموات محايا، من بداب الله وصحابه، من بداب الله واصحابه، من بداب الله واصحابه، من بداب الله واصحابه، فايز بالطيب طريه، فايز بالطيب طريه، فايز بالطيب طريه، رجل بالطيب طريه، راتب اللي حد الركابه، راتب اللي حد الركابه، راتب اللي حاد الركابة، راتب اللي حاد الركابة، بس ما يسوق الرعية، 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 للملك حسين نزهابه، للملك حسين نزهابه، للملك حسين نزهابه، نفتخر لحل الطريه، 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 يشهد التاريخ لحسابه، يشهد التاريخ لحسابه، يشهد التاريخ لحسابه، يشهد التاريخ لحسابه، حط ما له داف بداية، 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 والوطن مدى الناس ترابه، والوطن مدى الناس ترابه، والوطن مدى الناس ترابه، والوطن مدى الناس ترابه، نفتخر بوسعة الهاية، نفتخر بوسعة الهاية، نفتخر بوسعة الهاية، نفتخر بوسعة الهاية، جيش الأردن سوري لترابه، 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 جيش الأردن لترابه، ما يهاب بسلة دمية، ما يهاب بسلة دمية، ما يهاب بسلة دمية، شمر اللي تدي وجابه، شمر اللي تدي وجابه، شمر اللي تدي وجابه، شمر اللي تدي وجابه، للشريف حسين بالهاية، للشريف حسين بالهاية، للشريف حسين بالهاية، للشريف حسين بالهاية، صلوا على خير. أعزائي المشاهدين، كنا قد تحدثنا في حلقة ماضية عن الرقصة الشعبية البدوية المعروفة السامر، وقلنا يوم ذاك بأن تسمية هذه الرقصة الشعبية الشائعة تختلف من مكان لآخر على امتداد البادية العربية في المشرق العربي الكبير، فمنهم من يسميها السامر، ومنهم من يسميها الرقصة أو الدحية، ومنهم من يسميها السحجة أو السحجة، ومنهم من يسميها الدحة. أبدأ برب يا العالي، يا عالم كل أسراري، يا عالم كل أسراري، ما عالو عين أخي، يا قلبي وش بك عالمك،
طب ومطي من رمية صياد انظر ارحم عولي هول عقبوني الله خلق ركبيوني بيومك خمس تركوني بيومك خمس تركوني وحياة خلق البرية اخذ ودك برنا وقد حل وعيونك سود بلا كحل والله يا عسل نحل تبر العليل من وجوعه يا الحالي ومسلي وبالضمي انت اللي ساير لي نح عينك يا جمت الغدر تشرح لك بدور عطشاني يا ريح القرنش القوي السدر تقول حبالي سبي بصير اول الخيل راعي هو يفت التالي عوض سود بلا كحل وعوض كبرنا وقد حل والحب يا عسل نحل تشفى العليل من وجوعه يا بطن حمر العلم الليل طور المثل حمراني تك الظل جرر مداني هز المحجاني يا شفتك ما معي صبر حيهني بالقلب خبر. كما نوهت في حينها إلى أن هذه الرقصة الشعبية المعروفة السامر تختلف اختلافا كليا عن فن السامري، وهو رقصة شعبية بدوية أخرى تشيع في الجزيرة العربية وبعض أطراف بادية الشام والعراق. تشيع هذه الرقصة لدى أبناء بعض القبائل العربية مثل قبيلة شمر. وللحديث عن السامري لابد من التنويه إلى أنه ينقسم إلى قسمين مختلفين نوعا ما. الأول هو سامري الجنوب نسبة إلى جنوب الجزيرة العربية، وله أوزان شعرية متعددة ومتقاربة في الإيقاع، ويؤدى هذا اللون من السامري بواسطة الشاعر أولا، حيث يغني الشاعر بيتا من الشعر ثم يردد خلفه صف من الرجال نفس البيت من الشعر على إيقاع الطار أي صوت الدف، ويستمرون هكذا دواليك إلى نهاية القصيدة المغنى. ومن النماذج الشعرية التي يمكن غناؤها في سامري الجنوب الأبيات التالية للشاعر المرحوم سليمان بن شريم: سرى البار قال لي له زمانين ما سرى حقوق المخايل بارقة يجذب الساري، سرى البار قال لي له زمانين ما سرى حقوق المخايل بارقة يجذب الساري على طلعة الوادي وسيله تحدرة تغني طيور الماء على حاير الجاري، ذكرني بخل أقب حبي تنكر تناسى الغرام وباع من كان له شاري. أما القسم الثاني من السامري فهو سامري الشمال أو سامري شمر نسبة إلى قبيلة شمر العربية، وهو يختلف عن سامري الجنوب في ألحانه وأوزانه وطريقة أدائه، وإن اتفق معه أحيانا كثيرة في نغمة الدف أو رنة الطار إذا ما استعمل الدف في أداء السامر. ويؤدى سامري الشمال من قبل مجموعة من الشباب وقوفا أو جلوسا، أما طريقة أدائه فلا يبدأها الشاعر أولا كما هي الحال في سامري الجنوب، وإنما يبدأها نصف عدد المشاركين بغناء السامر، يبدأونها بغناء الشطر الأول من بيت الشعر ثم يردد خلفهم البقية نفس الشطر على إيقاع الدفوف. ومثالنا على ذلك الأبيات التالية: عديت بالمستجل من نايفات العدامة يا نجمة الصبح يلي سروا عليك النشامة، جيت المطوع يصلي صليت معها القيامة وسمعت أنا صوت خلي سلمت قبل الإمامة، وإلى آخر هذه السامرية المشهورة: عديت أنا المستجل من نايفة العدامة
لحد الفطلي وصيحوا لحد الفطلي ومن الملفت للنظر أعزائي المشاهدين أن بعض الرقصات الشعبية لدى أبناء قبيلة شمر تشابه تماما أوزان وألحان رقصة الجوفية الأكثر شيوعا في أريافنا الأردنية. ولنأخذ مثالا على ذلك النصوص الشعرية التالية ولنستمع إليها مغناة بلحن الهوسة الذي يؤديه مجموعة من شباب شمر في البادية الأردنية الشمالية، ونستمع إليه مرة ثانية بأداء الجوفية، وبالتالي نرى كم هو هذا التشابه الكبير. راتب فوق حر يضع رضيلة، 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 مثل طيرك فخمة تفق الضابة، 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 ما حلا فازته والخرج زاهلة، ما حلا فازته والخرج زاهلة، ما حلا فازته والخرج زاهلة، والمياريت على متنة الذنابة، والمياريت على متنة الذنابة، والمياريت على متنة الذنابة، والمياريت على متنة الذنابة، سير الشمار وخف لا بتكلة، سير الشمار وخف لا بتكلة، سير الشمار وخف
بتبالغ يا حي من لابا، لا بتبالغ يا حي من لابا، لا بتبالغ يا حي من لابا، لا بتحيي الرقصة بصدع. ونستمع إليه مرة ثانية بأداء الجوفية. راكب فوق حر يذعر ظله، راكب فوق حر يذعر ظله، كما طيرك فخم يد قضابه، 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 كما طيرك كيف احمل يدك الضابه، ما حلا فزته والخرج يزهله، 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 سير شمار وخبر لابت كله، سير شمار وخبر لا بيت كله، سير شمار وخبر لا بيت كله، سير شمار وخبر لا بيت كله، لا بيت بالك يا حي من لابا، 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 لا بيت حي ترك طاهب صدع الله، لا بيت حي ترك طاهب صدع الله، لا بيت حي ترك طاهب صدع الله، لا بيت حي ترك طاهب صدع أرجو أن تكونوا قد لاحظتم أعزائي المشاهدين هذا التشابه الكبير الذي أشرنا إليه منذ قليل بين بعض ألحان الهوسة وبين الجوفية. أما رقصة الجوفية فسوف نتحدث عنها تفصيلا في حلقات قادمة إن شاء الله، وقد نتحدث تباعا عن جميع الرقصات الشعبية المعروفة في المملكة مثل الرفيحي والريحاني والتسعوية وغيرها. أيها الأعزاء، شكرا لمتابعتكم. يالله يا الخافي السر علام، علام تعلم بأسرار الخفية، راس بني تشبه الطير لاحام، من الطناية محملينه تحية، تنصل مفد حسين نور للأسلام، الله يفكم من كتر كل سية، للهاشم مدفوعة النسر الإكرام، شمر تفديلك رواح زكية، يعزنا يسورنا بوقت الأزحام، يقرأ لك التاريخ صبح ومسية، وانت الذي عزيت من جاك منظام، تمشي على المزحوم لو فيه سية، يشهد لك التاريخ عام مثل عام، تحل صعبات علينا قوية، انك حكيم الرأي ومشاك الدام، وعزيت ناس انتايهم به نوية، يوم التجت هليت بالصحف وإعلام، ويوم التجت شافت بك الغائرية، وصلوا على خاتم، صلوا على رسولنا سيد الأسلام، عليه صلوا كل صباح ومسية. عندما كان أبناء البادية يرتحلون في الصحراء ولا يستقرون في مكان واحد لمدة طويلة، كان لزاما عليهم أن يتأقلموا مع هذا الوضع غير المستقر، وكان الرعاة منهم أو الطراش أو الرواد يعيشون فترات طويلة بعيدين عن منازلهم وأهلهم، فكان لابد وأن يحملوا معهم طعامهم من تمر وسمن، وهي مواد غذائية لا تتلفها حرارة الشمس اللاهبة في نهار الصحراء، كما ويحمل البدوي معه طحينا وقربة ماء ليصنع لنفسه رغيفا يأكله في ترحاله، فكان العربود أو القرص كما يسميه أبناء البادية الجنوبية. فحمل الخبز مع الراعي أو المسافر غير ذي جدوى، إذ سرعان ما يجف ويصبح عديم الفائدة. أعزائي المشاهدين، الفقرة التالية عن صناعة العربود، تابعوا معنا. السلام عليكم. مساك الله بالخير. الله يعطيك العافية يا أبو محمد. يا هلا حياك الله. أبو محمد وش تسوي؟ أشوفك تسوي لك عربود أنت. والله حنا مقطوعين بهالخلال الحلال ومعنا طحين
معنا ميه الحمد لله. نعم. والله وسوينا لنا فطور، ما رف الحفله ومالح، مالحنا مالحنا. ان شاء الله ان شاء الله. يقولون ما اقبل فلاح عزيمه، ما نقدر نرد الدعوه الصادقه هذه، فليش يقولون البدو ما اقبل الفلاح عزيمه؟ طبعا ما اقبل فلاح، لان الفلاح من الله عز وجل، والرجل يوم يفلح يفلح من فلاحها الكريم الحمد لله. والرجل اللي مالح الضيف اللي اضاف المعذب ومالح حتى يطمئن ضميره انه رجل هذا كويس، ما عنده نيه حرام او سرقه او غيره. اما اذا ما مالح لا بالله انا اخاف منه، نقول هذا سروق الرجل، ديروا بالكم منه. يعني اذا الضيف مالحكم هذا يعني اعطائكم مزيد من الاطمئنان. نعم. انه لا يمكن يخون. نعم، نطمئن لما الرجل يمالح، اطمئنينا وندري انه رجل غانم رجل طيب. يقولون بعد انه تعقيبا على هذا الكلام. نعم. ابو محمد، انه البدوي اذا مالح ناس لا يمكن يخونهم، هل هذا الكلام حقيقه ولا مبالغ فيه؟ حقيقه، انه الانسان لما يمالح لا يمكن يخونه، حتى لو كان هو بالاصل هذا الرجل ممكن يكون هو في فتره سابقه كان في ناس قطعين طرق، كان في ناس يبقون يسرقون. نعم. حتى لو كان هو يسرق. نعم. بالاصل واذا مالح ناس يقولون لا يمكن يخونهم، صحيح هذا الكلام؟ شيء مؤكد، نعم، اذا مالح لا يمكن يخونهم حتى لو كان خاين وقطع طرق. جميل جميل. زين ابو محمد، يوم تكون بالبر لحالك. نعم. وش انواع الطعام اللي تكون معك؟ والله يكون معنا طحين، جميد، سمن، تمر، بشيله، هذا البشيله قمح. نعم. ونحمس وحمس ونطحنه، ويوم الواحد ما يكون ينقطع من الطحين او ينقطع من الميه يحلب عليه حليب وياكل، يقوته عنا العربود ويقوته عنا التمر. جميل. لو احتجت في يوم من الايام انك بدك تسوي العربود او القرصه اللي احنا نشوف. نعم. هذا وما لقيت اناء تسوي فيه، ما مية. عندك اسحله؟ لا اسحله. معون ما لقيت. معون كيف تصرف؟ اسوي على الفروه، على ظهر الفروه. ممكن توضح لنا لو تكرمت شلون على الفروه؟ الفروه نجيبه هذه ونجيب الطحين عليه ونسوي له جوره بالارض. نعم. نسوي له جوره ونجيب الطحين ونحطه هيك، شايف؟ ونجيب الميه ونعجنه، وبعد ما نعجنه نرقه وعقبه نطبه ونحطه على النار، تكون النار جاهزه. نفس الجدح او في جلد ظلينا ناخذه معنا مدبوغ ندبغه، والجلد نطويه مثل هالمشمع اللي يحطونه تحت الزاد هسه، نصفطه معنا، ولا هذا اسمه فرش، نافرشه ونعجن عليه. زين العربود عليه. ابو محمد، اذا ما لقيت ماء معك وش تصرف؟ احلب حليب اذا وقت حليب واسوي عربود. اذا ما لقيت نار كيف تشب الضوء؟ كيف تشب النار بالخلاء؟ في جدحه نجدح بزناد، واذا ما وجد زناد نجدح بشفره، الشفره على صوانه، الشفره العاديه اللي يحلقون بها. الشفره اللي يحلقون بها هذه ترها مثل الزناد. كيف وش تسوون بها؟ نقلبها، نجيبها الصوانه مثل هذه، شايف؟ نعم. ونجيب نكسرها اثنين الشفره، ونجي نوذح، يوم ما معنا جدحه نجيب شريطه مثل الشوره اللي علي ونوذحها بالنعجه بهالوذح. كيف توذحون؟ اشرح لي بالتفصيل لو تكرم. ميه، نبلهم ميه ونفرك بجنبها النعجه مع هالوذح هذا لما ترغي مثل الصابون، وعقب نشرها لها شويه لما تنشف ولا نشفت، بس نحطها على هالجدحه على الصوانه، نجيب اللي هي الشفره ونقدح، بس يطلع شراره تولع الشريطه هذه. اذا الوذح اللي هو اللي تكون على اطراف صوف الحلال نتيجه العرق يبدو؟ على صوف الحلال، نعم. هل نجيب يوم انه الواحد ينقطع من النار او شيء، لا اسبد انه ما يخلى من شفره، غير يظل معه شفرات. نعم. اذا ما وجد الزناد توجد الشفره تعوض عنه. نعم. ما وجدت الجدحه الوذح يعوض عنه. نعم. بس نفركه بهالنعجه لما يرغي ونخليه لما تنشف، ويقبوا نجيب الأجدحة بدل الجدحة العادة. جميل. وبالتالي الإنسان ممكن ما يحتاج لوجود النار معه بشكل ملازم. لا ملازم أبدا. أي شيء يسد عن النار. جميل. زين أبو محمد، لو ضافك واحد بهالخلاء. نعم. مثلي أنا جيتك. نعم. بهالخلاء وما حولك أحد ولا حولك أهلك ولا،
كيف ممكن تضيفني وانا انسان عزيز عليك مثلا؟ كيف ممكن تستقبلني؟ كيف ممكن تدير؟ والله انا استقبلك بالميسور اللي موجود عندي، لا اثبت انه معي هالذهب اللي ياكل منه رايح اضيفك منه. نعم. اذا تمر او بتشيله او طحينه عجن واسوي عربود واتغدى انا وياك. جميل جميل، شكرا جزيلا ابو محمد لهذا اللقاء الطيب، وان شاء الله تظل هذه القيم الطيبه موجوده، والانسان بالموجودات البسيطه ممكن يعزي ضيفه وممكن يكرمه. شكرا جزيلا ابو محمد. الغانمين والله يا قرابه، الله يعطيك العافيه. طيبين لشرواكم، جزاك الله خير ويعطيك العافيه، شكرا جزيلا. والان نقدر ناكل من القرص على اساس انه تامن من صوبنا. اي والله تفضل. شكرا جزيلا. اي بلا لا ملحت، خلاص امننا منك. اما الضيف لا صار ما يمالح. نعم. لا بلا هلا اكل لنا ما ننام، نظل مراقبينه. لا ان شاء الله تنامون، وهذا احنا ملحناكم. الله كريم. الله يعطيك العافيه. اهلين. ايها الاحبه، على وعد الخير التقينا، وعلى امل اللقاء نفترق. طاب مساؤكم. Thank you.